الأمني كان واضح في الثمانينات جوست من بعد الانتفاضة تاع جوان 1981 كان واضح في لي بلون داميناجمون في تصاميم التهيئة تاع ديك الساعة. هاد ما بقاش كيبان بزاف لي بلون اللي داروا في التسعينات من 1000 ملي دارت لو شيما ديريكتور سميتها تصميم المديري تاع 2010 في لي بلون داميناجمون ما بقاش هاد الانشغال كما سميتي السيكوريتير ما بقاش طاغي موجود لحقاش خص يكون ديما السيكوريتير كيكون ولكن ماشي هو اللي كيخلق لنا السياسه العمرانيه فهمتي. اما لو سوسي سيكوريتير كتلقى في كاع لي بلون داميناجمون الناس كطالب بلا سيكوريتي ولكن لو سوسي دو تو سيكوريتير زعما كلشي هاد لي بلون بنيين غير على لا سيكوريتي لانما هذا هو المهم وهذا هو المشكل. علاش؟ لحقاش جات من بعد الانتفاضه تاع 1981 اللي ماتوا فيها الناس بزاف واللي زعزعات لا المسؤولين السياسيين ولا المواطنين ولا غير الى غير ذلك. المواطنين حتى هما المواطنين اللي منظمين ماشي المواطنين اللي كما قلت الدوله مسؤوله على القطاع تاع التعمير مسؤوله على السياسه العمرانيه ولكن ما كايناش بوحده كفاعل كاينين فاعلين اخرين اللي الا ما كانوش قويين بحال مثلا لو كونسي دو لافيل الا ما كانش عندنا رؤساء الجماعات صحاح وقويين وعندهم فكر ويمكن لهم يواجهوا لي بروجيكسيون تاع اللي كتجي من الوكاله الحضاريه ديك الساعه غادي يكون عندنا واحد الى بغيتي واحد بلون داميناجمون اللي اش غنقول لك اللي متوازن لان ما بقاش داك الشيء غير يهبط من الفوق. ها لو بلون انت ديجا عندك الوزن السياسي تاعك ضعيف وكاين مساله اخرى من الفاعلين هي اللي كنسميوها المجتمع المدني. كاين جمعيات كثيره ولكن ما كتبانش فيما يخص السياسه العمرانيه ولو ان اشتغلت مع جمعيات ولكن باقي ما كاينش هذاك الضغط اللي يمكن ينجح الى بغيتي هاد ويلقاو حتى دي حلول للمشاكل العمرانيه.